شو صار؟ دقيقتين عم بستناكي تحت في شغلة ضرورية بسرعة. يو شو بو هيك؟ عبادة يخرب بيتك من حالك. دور نعم انت شو عم تعملي؟ انا ماني مرتاح لك من نوم. طالع برا بسرعة، خمس دقايق دقيقتي تحت في شغلة ضرورية بسرعة. ولك شو بو هيك؟ كأني في حملة مداهمة. عبادة ولك عبادة مرتاح شو صار فيها؟ كل هاد عم بتجيب ورا فنجان القهوة. ما بعرف. ولقم عبادة وين فنجان القهوة؟ بابا بسرعة، خمس دقايق انت وجدي، بدي اشوفكم تحت ضروري، في شغلة ضرورية بسرعة. مين هو هذا المجنون؟ شو بده؟ مين راح يكون يعني؟ عبادة لا شكلك ما راح تخرب انت، قوم نشوف ايش بده. بخري والله بتستاهلي هاي استفاده عند رب العالمين. شبعت ضحك، شبعت ضحك انت وياه. ابو عبادة انت لم حالك انه متزاوره منك. بعدين وينه هذا عبادة؟ جمعنا هون وما اجا، وينه؟ الكل اكتمل؟ في حدا شي ناقص؟ لحظه، هذا سلاح اللي بايدك؟ لا قوم بدنا نرجع على ببجي. ومو حي الله ببجي، ببجي شوارع، مسافة أكبر واللعبة رح تكون أخطر. الله أكبر، شكلها رح تصير حرب. ومو حي الله حرب، حرب تكسير روس. نحن هون رح نقسم حالنا لفريقين، نحن هون ستة، كل التلاتة رح يكونوا مع بعض. أنا وزعت لكم كل واحد سلاح جنبه قنينة مي، مشان كل واحد لما يعطش يشرب من قنينته. بظن هيك الفكرة فهمت، أوكي؟ ممتاز، جهز لي حالك أبو عبادة. موافق، بس أهم شي ما في ضرب بويبيج باللعبة. أم عبادة سمعاني؟ مثل ما قال لك بويبيج ما فيها من أول وأهونه. ولك لسه بدكم تحكوا؟ يلا كل واحد يطلع سلاحه. قولي قولي دور جايك يا أم عبادة. وين سلاحي أنا؟ وين سلاحي؟ وين مخبيهم هذا عبادة؟ وين مخبيهم؟ وين مخبيهم؟ الله أكبر، وحين تطي مي كمان اجت بوقته. جايتك عبادة. وبعدين بقى أنا بدي ضل هيك افتح على السلاح. وينهم؟ الله أكبر، مدد السلاح وهي معه مي كمان اجا بوقته. وين حيطوا غيظ؟ وين حيطوا؟ حطوا مي كمان وانا صرت جاهز كمان. ها وبعدين معه هيك. وين قيمني السلاح؟ خرب بيته من حاله. ليكم خرب بيتك يا عبادة، وحيطت لي مي كمان اجت بوقته. يا عبادة كلب بس تو قلطك بلاقيك. اذا لا يا خدوج طولي بالك. اجت على جهة خدوج. اي خالصة، سلمي حالك. يخرب بيتك نفذة الحقيرة. جايكي نفذنا وريش. خدوج ايش عم تعملي انت؟ رعبتيني امي. يعني عبادة من طرف وانت من طرف؟ ومن غبية انت فريقي، انا بقوس عليكي. ابوكي عم بلحقني، لازم نعمل خطة عليهم بسرعة. عندك ام عبادة، استسلمي. لقطي خدوج، خدي هاي بسرعة امي، نحن بالنص رح يخسرونا. ها بدنا خطة بسرعة. اسمعي لقلك، انت من هالجهة وانا من هالجهة، نطع مواجهة معهم نقطه ونخلص عليهم. واحد اثنين ثلاثة هجمي. اوف ما في حدا. اوف ما في حدا. قولك ابوك كمان ما لقيته، وين راح؟ عندك ام عبادة، عندك خدوج. ما في مهرب، امي تحاصرنا بسرعة، ايش بدنا نعمل؟ خدوج بيك حالات ملك غير بروب. اي وين بدك تهربي؟
امي صديق ديني معك ضرب بضرب ضرب غبية وهي خسرنا واحد بالفريق. شو هيك؟ أريد أخيك على الشوبات احترقنا. خلينا الأبيال يكون والبعدي من هون بنزده مباشرة. عندك جديك سلم اسمعنا. قولي مجودة مجودة ولا أنا حبيبك بدك تموت جداك. ايوه بدك تموتني إذا ما موتك وبالنهاية هي لعبة لازم أربح عليك. لك عيب عليك أنا موتك أنت حبيبي. اسمع مجودة ايش رايك انا وانت نعمل تحالف مع بعض؟ يعني تحالف مع بعض انا وانت ومخسرون الون؟ طبعا انت بس على جنبي وهيك بكون ضميت لفريقي. تو موافق جدي؟ يلا جايك. ايه ايه تعال تعال شوف تعال جيتك جدي. الله معك. يا خاين بلا خاين بلا بطيخ سلامتك يا روح. هي خلصنا من هاد اللي بعده. طولوا بالكم جايتكم طولوا بالكم. يخرب بيتك طلع بوشي الحقني لك انتك مع بدل لا تحركي. نفدت منا يخرب بيتك جايكي. مين في هون كمان؟ اشوا والله شوب بدي ضرني هيك قاعد هون هيك. لا جدي عم كمبر كمان لقطك عندك جدي. قولي انت جابك لهون شبك شبك تعبت خالص برا اللعبة سلام. يا حقير بوي امي بس جايكي. عندك امي بنت هي ام عبادة طلعي شايفك ما في مهرب على دمي ما بطلع. خود هاي خليك على الكبري راس لاخر لحظة رح تم هون. شو هاد؟ خلص استلاحيك منين تكون علي؟ لا هيك كتير لازم افكر بخطة اطلع من هون مباشرة. عبادة ضروب من عندك قولك بتخبي منيح ما رح نستفيد شي. ها لحظة هاي استلاحها خلص يعني ما قدرت تدافع عن حالة. خطط عبادي خطة طول بالك. عندك عبادة ابو بطيخ هيك بهون عليك الخبز والملح والعشرية. هاي لعبة والبقال الأقوى خالصة. ليك وضع فيه السلاح كمان. ياس وكسبنا وكسبنا وكسبنا. هاي بالكم اللعبة خلصت؟ ايه طبعا خسرتي وخلص اللعبة بأحلامكم. تعوري لهون. خلصنا منه وهلاك وينه؟ والله ما دخلني. انت ليش خسرتي؟ ليش خسرت بو؟ تعال هون. ما بيطلعش ما بيطلعش. يس البقال الاقوى قال بدهم يخسروني قال.